بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في عندي طريقة البطاطا المقرمشة اللي النقرشة بأي وقت مثل الشيبس. هياتها طريقتها عندي، شايفين كيف مقرمشة؟ وان شاء الله هياتها ممكن مع شيب، مع كاتشب، مع مايونيز، بأي وقت تتسلى الواحد فيها. ان شاء الله بتعجبكم طريقتها، واذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس. وصحة وهنا ان شاء الله، وخلينا مع المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله في عندي بدي أعمل رقيش البطاطا تسلاي مثل الشبس، أي وقت ممكن تسلى بيها بالليل بنهار بأي وقت. المقادير اللي عندي هون، يعني حسب حجم، بس أنا عندي بطاطا صغيرة سلقتها، ممكن حجم حبتين كبار هيك بطاطا. أنا هاي اللي عندي سلقتها. عندي هون معلقة كبيرة نشا، بيضة، معلقة كبيرة خميرة حناخد، هون عندي حاخد معلقة ملح، ومعلقة صغيرة كمان فلفل أسود، كوباية حليب كبيرة عنده هون، بقدونس ناعم، عنده كوباية طحين حوالي 300 ملي، يعني كوباية هون، والحليب بده يكون الضعف، كوباية ونص. هون أول شي بدنا نقشر البطاطا مع بعض، هيا مسلوقة شايفين، هاي بنقشرها ونهرسها. طبعا بنبردها البطاطا، نسلقها ونبردها. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين كيف؟ هاي هلا بدي اقشرها كلها مع بعض، ونرجع هلا نهرسها بسم الله ونشوف كيف. هيك انا هيني قشرت البطاطا كلها، وهيني بدي ارسها، ممكن بالشوك نهرسها، او اذا ما متوفر تبعت الهرس ممكن بس بالشوك. انا بس عم بهرسها بس هيك، انا عمها منيح هاي، وبرجع لكم بس هرسها مع بعض منيح منيح، وبنرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، هيك انا هيني هرستهم. بدي ابلش هلا احط البيضة. بسم الله، احط الطحين، احط الخميرة والنشا، والخميرة حطنا، احط هلا فلفل اسود قد معلقه صغيره مثل ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، احط كمان الملح برضو حوالي كمان معلقه صغيره. اخلطهم هلا مع بعض شوي شوي، الافضل احسن شوي شوي بالايد. هاي نخلطهم كلهم، بنعجنهم عجينه عاديه، بننزل الحليب شوي شوي بسم الله، والبقدونس طبعا بده يضل للاخر لما تخمر، بنحط البقدونس اخر شيء بسم الله. هاي مثل ما قلت حطينا الطحين والبيض والملح والفلفل والنشا، هاي نعجن شوي شوي بالحليب بسم الله، لتوفر ان العجينة بدها تكون طرية نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي بدها تكون لسه طرية بسم الله. هاي نعجن مثل ما قلت، العجينة تكون هاي لسه بدها أكتر من هيك، بدها تراوح بسم الله. هاي الحليب شوي صغيرة بنحط كمان ونكتفي خلص، هاي هيك بدها تكون، شايفين العجينة هاي، هاي عجينة طرية هاي. هلأ أغطيها، هلا بدي اغطيها بالنايلون، نغطيها باي شيء ونغطيها ترتاح لشي نص ساعه لما تخمر، وبنرجع لها. هي هيك انا سبتها تخمر بسم الله الرحمن الرحيم حوالي شي نص ساعه. وهون عندي اخر شيء بدي احط البقدونس اللي عندي اخر شيء، ممكن تكتروا اكثر، هذا بيرجع حسب الرغبه. هي بدي اخلطهم كلهم منيح، هي العجينه خمرت مع بعض بسم الله. لما يتجانسوا كلهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، انا حميت، جبت عندي مقلي حطيته على الغاز عشان هلا نبلش نروح نقلي فيهم. هاي بس اخلطهم كلهم مع بعض، هاي هلا انا هون جبت عندي كيس، هون عندي قماع
هيك ندور، ممكن بدون ممكن بس نخرق الكيس هيك نقصه بالمقص ونحط العجين جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نبلش نحط الخليط جوا شوي شوي. بسم الله. هاي نحط هلا نروح على الزيت نحمي وننزله شوي شوي من القمر. هلا هيك جبت الزيت مثل ما قلت، بدي ابلش هلا انزل هاي ممكن بالاصبع او بالمقص. هاي تكبروهم تصغروهم هذا بيرجع كل واحد وذوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الزيت شوي حميته انا، هلا بيحمى اكتر. نحط كل شوي بس لما يحمو هيك كمل. ممكن بمقص بس انا عشان ايدي خلاص ماخذه هي على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا تمسيهم هلا لما يتحمروا. شايفين هيا مبلشوا مع الخمير ينبشوا بالزيت. هلا نسيبهم لما يتحمروا بس نقلبهم هلا. عشان هيك قلت القمع شوي يكون شوي صغيرة مفتوح بس، او الكيس شوي يكون هم هيك هيك بينفشوا بالزيت. شايفين هيتهم بلشوا يتحمروا عندي. شايفين كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد ما قدرت اتحمرهم بطلعوا اطيب وبقرمشوا اطيب اكتر. اي واحد بتسلى فيهم بالليل بنقرشهم كتير طعمتهم طيبين. بس نضل نقلب فيهم على اساس يكون ياخدوا تحمير نفس اللون ياخد. بسم الله. شايفين هاي بدي اطلع اول وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا الزيت عندنا حامي بس بنخفف شوية عساس ما ينحرقش معنا تكون نفس الدرجة. هلأ أنا وطيت الغاز شوي، نرجع نحط. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان وجه. شايفين لأنه هلأ الزيت عنا مثل ما قلت حامي. لما نخلص بقية الكمية هي عنا الكمية جهزت البطاطا. هيا شايفين كيف مقرمشة هيا مع ممكن مع الكاتشب مع المايونيز بتاكل. وان شاء الله بتعجبكم طريقتها، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا تفعلوا الجرس وصحة وهنا ان شاء الله.